طيب كابتن جهاد، واحده من اهم اللقطات في الاسبوع دوت هي اللقطه اللي كانت في مباراه اليوم، ضربه الجزاء اللي احتسبت لبيراميدز في اللحظات الاخيره من مباراه قدام مودرن فيوتشر، وبسببها فاز بيراميدز بالمباراه امام مودرن فيوتشر. عايز اسمع رايك فيها. بص يا كابتن، نتكلم الاول يا كريم على القانون. القانون بيقول ايه؟ لو الكره اصطدمت في جسم اللاعب، اصطدمت مش لعبها، في جسم اللاعب المدافع ومن رجله لايده، من جسمه لايده، وراحت لايده اللي موجوده في وضع غير طبيعي مكبره الجسم، يعاقب عليها لان هو اللي عمل الريسك. التفسير اللي بقوله ده هو ده اللي حصل في اللقطه. الكره اصطدمت برجل المدافع وراحت لايده الشمال اللي موجوده مكبره الجسم في وضع غير طبيعي، وهو الريسك ده هو اللي عمله، مش حد تاني عمله، وبالتالي يعاقب عليه. لما نادي الامر الدوله في الملعب ما احتسبش، حكام الفار اللي موجود النهارده المميزين راحوا للقطه وجابوها وشافها بالمنظر ده. الكره اصطدمت برجل المدافع وراحت مباشره لايده اللي بره الجسم مكبره الجسم، يعاقب على اللقطه دي. الناس بس بتخلط بين اللعب والاصطدام. لما الكره تصطدم برجل، تصطدم بجسم، تصطدم براس وتروح لايدك اللي موجوده في وضع غير طبيعي، تعاقب عليها. لكن امتى ما تعاقبش يا كريم؟ لما انت تلعب الكوره كمدافع وتروح لايدك حتى لو الايد موجوده في وضع غير طبيعي لا تعاقب عليها. وبالتالي هناك في فرق كبير بان المدافع لعب او المدافع الكره اصطدمت فيه. وده اللي حصل في اللقطه. وبالتالي اللقطه دي الكره اصطدمت في جسم المدافع وراحت لايده اللي كبرت الجسم، وبالتالي ركله جزاء صحيحه وانذار مستحق على المدافع لان كان فيها شوتنج على الجول، وهو قرار صحيح في مجمله. وبنحيي عليه طاقم الفار والنادي الامر الدوله اللي شاف اللقطه واحتسب ركله جزاء صحيحه. عظيم جدا. كابتن كمان، في هدف للمصري النهارده كان ملغي في مباراه طلائع الجيش، هعرضه قدام حضرتك دلوقتي اهو. حضرتك شايف قدام الشاشه؟ شايف معاك، معاك التلفزيون معاك. هنجيب اللقطه من الاول يا كريم، طبعا تم احراز الهدف. هنجيب اللقطه من الاول ساعه لمس الزميل للكوره عشان نشوف لقطه التسلل. الخطوط اترسمت بصوره صحيحه، في رجل من او جزء من جسم المهاجم المصري هو المتقدم، وبالتالي بنتكلم على الخطوط لما ترسم. طبعا المساعد مش موجود في مكان مميز، هو متقدم شويه، لكن التسلل كان موجود والخطوط ترسم بصوره صحيحه والتسلل كان موجود ويعاقب عليه. وبالتالي بنتكلم على برضه لقطه ايجابيه لطاقم التحكيم في ماتش المصري والجيش. عظيم. بالمناسبه كابتن جهاد، كان في مقترح بيقول انه المهاجم في يعني في اقتراحات التعديلات التحكيميه ان المهاجم يبقى لازم سابق بكامل جسمه عشان تتحسب تسلل، انت مع الفكره دي ولا لا؟ انا كنت معاها عشان تزود الاهداف، لكن هي لما راحت للمجلس التشريعي لاتحاد الايفاب في الاجتماع شهر 3 اللي فات اترفضت. ما طلعتش من ضمن التعديلات اللي موجوده، زي الكابتن الازرق كده كانت موجود كمقترح وما اتاخدش بيه. الحاجات دي كانت مقترحه وموجوده في المجلس التشريعي ده اللي بيقر التعديلات. هو عدل طبعا مجموعه من التعديلات، هتطلع هتشتغل عليها في شهر 1/7 اللي جاي، والحكام هتعرفها وتشتغل عليها بعد كده في البطولات الجايه، ومنها الاولمبيات اللي جايه هتطبق فيها التعديلات الجديده. لكن اللي بيتكلم فيه ده كان طبعا تعديل مهم لزياده عدد الاهداف، وكان ارسن فينجر هو اللي اقترحه المدرب الكبير، لكن ما تمش الاكت بيه. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب دي حكايه.